تسجيل بس. تريس فينو طيب فينو طيب، ممكن تكرروا معايا وانتوا قافلين المايه. هيري ديتي هيري ديتي هيري ديتي، جيناتيك جيناتيك جيناتيك، دوميننت 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 دوميننت، ريسيسيف ريسيسيف ريسيسيف، ريسيسيف جين جين جين، أليل أليل ايوه أليل، جينو طيب جينو طيب. ايوه هناخد حاجة اسمها فينو طيب وحاجة اسمها جينو طيب، وهناخد الفرق بينهم الاثنين. بيديجري بيديجري، هوموجيكس هوموجيكس، بتروجيكس بتروجيكس، كل ده هناخده تاني وهنفهم ايه معناه. ده كانت مجرد قراية سريعة. هندخل على الحاجات المهمة. يعني هنا أول سؤال بيقول لك why do some offspring look like their parents while others don't؟ ليه بعض الأوفسبرينج، أوفسبرينج اللي هم الإيه؟ أوفسبرينج اللي هم الأبناء، look like their parents، بيشبهوا البيرنت الآباء، while others don't؟ ليه الأوفسبرينج الأبناء بيشبهوا الآباء؟ كلمة أوفسبرينج يا ولاد، يا ريت نكتب مع بعض الكلمات الصعبة أو اللي أنتم مش عارفين معناها. كلمة أوفسبرينج اللي هي الأبناء، أوفسبرينج اللي هي الإيه؟ الأبناء، بيرنت الآباء. طبعا كلنا بنشبه الايه؟ الاباء، كل الابناء بياخدوا الصفات بتاعتهم من الاباء. طيب how trait passed from one generation to the next، ازاي الصفات بتعدي؟ how traits، كلمة traits يعني الصفات، traits يعني ايه؟ صفات بالعربي، يعني الصفات زي لون العين، لون الشعر، لون البشرة، طول، كل دي بقول عليها traits. traits يعني ايه؟ صفات. How traits passed from one generation to the next؟ ازاي التريتس او الصفات بتمر من one generation، من جيل لجيل تاني؟ كلمة one generation يعني من جيل to the next، to the ايه؟ next. سامعني؟ ايوه مس ثواني هشير ايوه مس ثواني هشير تاني. قلنا ان الصفات بتتنقل من one generation to the another generation او to the next generation. يعني ايه generation؟ كلمة generation يعني جيل. يعني مثلا الاباء دول بيمثلوا one generation، الابناء بيمثلوا another generations، الاحفاد بيمثلوا third generations. يعني مثلا ايه؟ الاباء دول first generation، اول جيل. بعد كده الابناء دول second generation، تاني جيل. الأحفاد دول third generation. يعني كل إيه؟ كل مجموعة من دول بتمثل إيه؟ generation معين أو بتمثل جيل معين، بقول عليها إيه؟ بقول عليها one generation، بقول عليها إيه؟ generation. طيب هنا أنا عايزة أشرح أعرف إزاي traits، الصفات، كلمة traits كلمة مهمة جدا هتبقى معانا في الليسونز ده، لازم نحفظها. how are traits، كلمة traits قلنا من الكلمات أو السبيلينج المهمة traits، تمام؟ ازاي تريس الصفات based from one generation to the next، بتمر من one generations، من جيل للجيل اللي بعد كده. قالك الجينز، عندي حاجة اسمها جين، حاجة اسمها ايه؟ جين. جين يعني الجينات، جين يعني ايه؟ الجينات. هي عبارة عن section of chromosome carry genetic informations، هشرحها لكم كده بالرسم عشان اقربها لكم شويه، وهشرحها لكم تاني في اخر الدرس بالتفصيل، هديكم عن نبذه عنها بسيطه. اللي قدامكم ده اسمه كروموسوم، اسمه ايه؟ كروموسوم كروموسوم، اسمه ايه؟ مهره موجوده ولا مهره ما دخلتش؟ كروموسوم اللي قدامنا ده اسمه كروموسوم. طب الكروموسوم ده بيكون حامل حاجه عليه اسمها جين، اسمها ايه؟ جين. جين بصوا كده جين بصوا كده، هاتوا كده القلم، ده كده اسمه ايه؟ جين. ده اسمه جين، اللي بالاحمر ده اسمه جين، جين مثلا اللون الاسود او جين اللون الابيض ده اسمه جين. يبقى ده كده، ده كده اسمه كروموسوم، ده اسمه ايه؟
كروموسوم. انا برسم لكم الرسم عشان تقرب لكم المعلومه. ده اسمه ايه؟ كروموسوم. اللي عليه باللون الاحمر ده اسمه جين. اسمه ايه؟ جين. انا لما باجي اتكون، او الطفل بيتكون، او اي كائن حي بيتكون، بياخد نص الصفات الوراثيه بتاعته من الاباء، من الاب، ونص الصفات الوراثيه بتاعته من الايه؟ من الام. نص الصفات الوراثيه من الاب، ونص الصفات الوراثيه من الايه؟ من الام. يعني بيتقسم كده، بياخد واحد كروموسوم من الاب، وواحد كروموسوم من الايه؟ من الام. فبالتالي بياخد الجينات. يعني لو الجين ده بتاع اللون الاسود وانا خدته، يبقى انا لوني هيبقى اسود، او بتاع اللون الابيض وانا خدته، يبقى لوني هيبقى ايه؟ ابيض. يبقى الجين ده عباره عن سيكشن من الكروموسوم، قطعه من الكروموسوم. الجين ده عباره عن ايه؟ قطعه من الكروموسوم. بتحمل ايه؟ طب الجين ده بيشيل عليه ايه يا اولاد؟ الجين ده شايل عليه جيناتيك انفورميشن. الجزء ده كده اللي في الكروموسوم شايل عليه جيناتيك انفورميشن. يعني ايه كلمه جيناتيك انفورميشن؟ يعني المعلومات الوراثيه. جيناتيك انفورميشن يعني المعلومات الايه؟ الوراثيه. انا والدي مثلا عينيه خضراء، هتبقى عينيه خضراء زيه. ممكن مامتي عينيها سودة، هتبقى عينيا سودة زي مامتي. فدي كده بقول عليها جيناتيك انفورميشن. بقول عليها ايه؟ جيناتيك انفورميشن. يبقى كلمه جيناتيك انفورميشن دي برضو من الكلمات اللي لازم تعرفوها. جيناتيك انفورميشن يعني المعلومات الوراثيه. are based to offspring from both parents. يبقى انا عندي الجيناتيك انفورميشن او المعلومات الوراثيه ديت based to offspring، بتعدي للابناء من الايه؟ من البيرنت، من الاباء. يبقى انا خدت هنا كم مصطلح جديد عليا لازم اعرفه. خدت كلمه اسمها جين، يا ريت تكتبوا معايا جين، وقلنا جينز يعني الجينات اللي موجوده على الكروموسومات. وخدنا كلمه اسمها كروموسوم، اسمها ايه؟ كروموسوم. كروموسوم كلمه اسمها ايه؟ كروموسوم كروموسوم. وخدنا كلمه اسمها ايه؟ اوف سبرينج. وخدنا كلمه اسمها تريتس. تريتس يعني الصفات. خدنا كلمه مهمه كمان اسمها جيناتيك انفورميشن، معلومات وراثيه. جيناتيك ايه؟ انفورميشن. انا لما باخد معلومات الوراثيه باخدها يا اما من بابا او ماما، او من حد من العيله من عندي، او بكتسب الصفه الوراثيه دي من حد من العيله ايه؟ من عندي. لازم بيكون عندي حد عنده الصفه الوراثيه اللي انا باخدها. عشان كده بنقول ان الجيناتيك انفورميشن او المعلومات الوراثيه بتعدي من one generation to the second ايه؟ او to the next generation. يبقى انا لازم اعرف الكلمات ديت. هو الجزء ده يعني مش يعني المهم فيه انكم تعرفوا اجابه السؤال ده. لو جالكم ازاي الصفات او التريتس، الصفات بس from one generation to the second generation عن طريق الجينز، تمام؟ الجين سيكشن اوف كروموسوم، تمام؟ هو جزء من الكروموسوم كاري جينيتيك انفورميشن، بيحمل المعلومات الوراثيه فور سبيسيفيك تريت ار بيست تو اوف سبرينج، بتعدي للايه؟ للايه؟ للاوف سبرينج from both ايه؟ أوكي. from both parent، من الايه؟ من الاباء. طيب الكلمات مثل ديت الأفق، نعم مثل الأفق برينس، هذه مثل يعني الكيد صح، أطفال. ايوه، اوف سبرينج يعني الاطفال او الابناء كلها زي بعضها، فاهماني؟ هي الكيدز صح، الاوف سبرينج الكيدز او البيبيز او اي الابناء عامه ثانيه. يبقى انا عندي كلمه جينز، قولوا معايا جينز، اللي هي الجينات. جينز، كروموسوم، كروموسوم، جين كروموسوم، كروموسوم تريتس، 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 تريتس جيناتيك انفورميشن. تريتس جيناتيك ايه؟ انفورميشن طيب هل احنا يا مس لو جالنا لاجابه السؤال ده نكتب الجزء ده كله؟ لا، احنا هنكتفي ان احنا نكتب ايه؟ نكتب ان جين سيكشن اوف كروموسوم carry genetic information for a specific trait are based to offspring from their a parent. خلاص لحد هنا الجزء ده. يبقى how trait based from one generation to the next، ازاي الصفات بتعدي من جيل للجيل الثاني عن طريق الجين. الجين قلت لكم اللي هو الجزء اللي باللون الاحمر ده، الجين بيكون موجود على الكروموسوم، وانا باجي اخد جزء من الكروموسوم من بابا وجزء من الكروموسوم بتاع ماما، فباخد الصفات بتاعت بابايا جزء منها، وباخد الصفات بتاعت مامتي جزء ايه؟ جزء منها، تمام؟ يبقى الجين
اللي هو الجزء الاحمر ده سيكشن اوف كروموسوم، قطعه من الكروموسوم كاري جينيتيك انفورميشن بتحمل المعلومات الوراثيه فور سبيسيفيك تريت لصفات معينه ار باسد تو اوف سبرينج وبتعدي للابناء فروم بوس ايه فروم بوس بيرن. عشان كده بيكون الاوف سبرينج الابناء لوك لايك بيرنت، دايما الابناء بيكونوا لوك لايك ايه بيرنت، بيشبهوا الايه بيشبهوا الاباء. طيب وات ار تريتس، ايه كلمه تريتس؟ اول حاجه لازم نعرف يعني ايه كلمه تريتس، نكتب مع بعض كده كلمه تريتس في الكراسه بتاعتنا. تريتس تريتس يعني صفات، اكتبوا كلكم كلمه تريتس كده معايا. تريتس تريتس يعني الصفات، تريتس بالعربي يعني الايه الصفات، اسمها تريتس اسمها ايه تريتس. ان اكيو كاركترز لايك هير كولر اور هاي ار كولد تريتس، يعني هي ان اكيو كاركترز يعني صفات فريده او مميزه زي لون الشعر الهير كولرز زي الهاي، كل دي بقول عليها صفات. يعني انا لما اتكلم على الهير كولر لون الشعر يبقى انا هوصف لون الشعر، اتكلم مثلا على الاي كولر على الاي كولرز يبقى انا بتكلم عن صفه، اتكلم مثلا على السكين كولر لون الجلد يبقى دي ايه صفه معينه هتكلم عنها. تمام، اتكلم على الهاي بتاعي الارتفاع بتاعي انا ارتفاع قد ايه يبقى دي كل دي ايه تريتس، يبقى اللي قدام والطول دي والغرام. كلها ايه تريتس. يبقى كلمه تريتس ان اي كيو كاركترز صفه زي الهير كولرز وزي الهاي، يبقى كلمة تريتس قولوا معايا تريتس، يا ريت تكتبوها وتحفظوها تريتس 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 تريتس. تريتس الدفتر تريتس. تمام نعم بس أنا معايا، كاتبتها في الدفتر معناتها. ايوه يا ريت تكتبوا الكلمات دي معايا في النوتس بتاعتكم وتحفظوها بعد كل ليسون عشان تسهل عليكم الامور شويه. عندي هنا كليفتد شاين ونون كليفتد شاين، شايفين النغزه دي؟ كتير من الناس بالله عندها نغزه كده في الدقن، حد فيكم عنده المنطقه دي؟ المنطقه دي بتبقى صفه وراثيه، بتبقى صفه ايه وراثيه، بتبقى صفات بتعدي من الاباء للايه للابناء، بنقول عليها كليفت شاين، الذقن او الذقن بتاعتي بتكون فيها ايه كليفت زي فتحه كده. تمام، هنا نون كليفت، شايفين هنا دي الدقن العاديه بتاعت معظم الناس. تمام، ودي الايه يبقى دي الكليفت ودي النون ايه النون كليفت، دي بعض التريتس دي الايه معايا. أيوة 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 يبقى دي اسمها كليفت تشين ودي نون كليفت تشين. في الكليفت تشين بنلاقي ان الدقن فيها النغزه دي بنقول عليها نغزه بالعربي كده اسمها كليفت تشين، لما بنلاقي حد هنا بنقول له انت عندك نغزه في دقنك يعني كليفت تشين او نون كليفت تشين بالشكل ده. طيب هنا شايفين الجزء ده ان اتاتشد اير لوبز، اير لوبز يعني القطعه ديت الشحمه او الشحمه او الجزء ده من الاذن بنقوله عليه الاير لوبز، شايفين الاير لوبز هنا في المنطقه ديت بنقوله عليها ان اتاتشد يعني مش مرتبط بالجلد، شايفين الفراغ ده ان اتاتشد، كل واحد يقف قدام المرايه كده ويشوف هي الاذن بتاعته اتاتشد ولا ان اتاتشد، هنا اتاتشد هنا الاير لوب ايه اتاتشد، شايفين متصل بالجلد ازاي، يبقى هنا اتاتشد اير لوب، هنا ايه شايفينه في الصوره قدامكم ايه unattached. ان اتاتشد ان ايه ان اتاتشد، يبقى الاير لوب يا اما يكون ان اتاتشد او ايه او اتاتشد. طيب تعالوا هنا كده يبقى دي كلها تريتس، دي كمان هنا ايه الاي كولرز، هنا شايفين لون العين هنا براونز هنا تقريبا زي ما يكون جراي اللون رصاصي. عندي كلمة جميلة جدا لازم نعرفها اسمها فينو تايب، حد فينا خدها في الكلاس؟ ايوه فينو ابا فينو ايوه تايب مثلا اسمها ايه؟ فينو تايب، فينو حد تايب يقدر يقول لي فينو باللي تايب خدها يعني ايه فينو تايب؟ اشرح لي حتى بالعربي، يقول لي هو فهم ايه من المس لما قالت له كلمة فينو تايب؟ هقولها لكم بالعربي الأول وبعدين أقولها بالإنجليش تاني. أنا مثلا قلت عندي حاجة اسمها تريتس، لازم تفرقوا بين التريتس وبين الفينو تايب، ممكن يجيب لكم حاجة اسمها تريتس
وحاجة اسمها فينوتايب، ويقول لكم هي دي تريت ولا فينوتايب. امتى اقول على الجملة اللي قدامي دي تريتس وامتى اقول عليها فينوتايب؟ فينوتايب يعني ايه؟ يعني الشكل الظاهري للصفة اللي عندي. انا عندي صفة مثلا، بتكلم عن صفة الاي كولرز، لون العين. طب الفينوتايب بتاعها ايه؟ انا عن نفسي الاي كولرز بتاعتي او الفينوتايب بتاعتي بتاعت عيني بلاك، يبقى انا التريتس عندي هنا او الصفة اللي هتكلم عليها هي الاي كولرز، لون العين. الاي ايه؟ الاسم الخاص الاي كولر. طيب الفينوتايب بتاعي ايه؟ انا لون عيني ايه؟ انا لون عيني بلاك. يبقى الفينوتايب بيعبر عن الفيزيكال اكسبريشنز اوف تريت، التعبير الفيزيائي، الصوره اللي ظهرت الصفه عليها. يعني في ناس عينيها بتبقى زرقاء، في ناس عينيها بتبقى بني، في ناس عينيها خضراء. كل الالوان دي اقول عليها فينوتايب، اقول عليها ايه؟ فينوتايب. طب يعني مثلا على سبيل المثال بتكلم على لون الشعر، معايا يا حارب؟ الولاد معايا؟ مش ركزوا معايا ما حدش ينام. بتكلم على الهير كولر، بتكلم على الايه؟ الهير كولر يا عبد الله. بتكلم على ايه يا عمر؟ على الهير كولر. فالهير كولر ده يا ولاد عباره عن تريتس، عباره عن ايه؟ تريتس. تريد طيب أبلا عادي تاني. أقول نعم قولي. the measure of my hair وتحت في الفينوتايب أكتب تول هتحطي في الفينوتايب ايه؟ تول ماشي، هتحطي طول ولونج، بس انا بتكلم هنا على الكالرز، انا بقول لك هير كالرز، بتقول لك لون الشعر، ما قلتلكيش هير لينس. لما اقول لك هير لينس، نعم بس يعني في الفوق والترت مس اكتب اللي مثلا اي كولر، اما مس في النوت مس ما اعرف انطقها، لا لازم هو تعرفوا نوتيب. تنطقوها، لازم تعرفوا تنطقوها. ركزوا معايا، اسمها فينو تايب، قولوا معايا فينو تايب. فينو تايب بصوا هنقسمها فينو لحاجتين، تايب هنقسمها لمقطعين. بصوا كده معايا يا خلود، انتوا معايا ولا نايمين؟ ما سمعت طيب بصوا كلمة فينو معايا تايب اقسموها لمقطعين اهو، هنحطوا هنا خط كده. كلمة تايب كلنا عارفينها يعني نوع، وفينو عارفين العيش الفينو؟ ايوه اه فينو تايب اسمه ايه؟ فينو تايب فينو فينو تايب. البي والاتش بتتنطق فا، البي والاتش بتتنطق ايه؟ فا. فينو تايب، فينو تقرب بالعيش الفينو، وتايب يعني نوع، يبقى اسمها فينو تايب. يبقى الشكل الظاهري بتاعي بقول فينو ايه تايب. لما يقول لي الهير كولرز بقى يا نور، ما اروحش اقول له ماي هير لونج ماي هير شورت، لا. امتى اقول هو بيقول لي كولرز، يعني بيقول لي اتكلمي لي على اللون، اقول له بقى الشعر بتاعي، اقعد بقى اقول له ايه؟ يلو، براون، لان هو حدد لي الكولرز، حدد لي الايه؟ الكولرز. ولا بلاك، تمام؟ بلوند اه بلوند، تمام. طيب انا مثلا لو بتكلم على الهير لينس، طول الشعر، زي زميلتنا أبلا ما كانت أول بتقول، شورت ميديم نعم سمول شورت كيف الهير لينس، اقول بقى ان كان هو ايه، ان كان هو شورت يبقى الفينوتايب بتاعي هيكون ايه، ان كان شعري لونج اقول لونج، ان كان شعري شورت اقول ايه، شورت شورت. شورت اوكي، فهمتوا بس إذا الفرق بين كان وصف التريت والفينوتايب؟ لسه هديكم اكزامبلز كمان، فهمتوا الجزء ده؟ فهمتوا يعني ايه فينوتايب؟ أيوة ما فهمنا هديكم اكزامبلز كمان للناس اللي ما فهمتش. كلمة فينوتايب يعني الفيزيكال اكسبريشن، الفيزيكال ايه؟ الفيزيكال اكسبريشن، التعبير الفيزيائي، الحاجة اللي أنا بشوفها بعيني، عيني بتشوف ايه؟ تمام؟ إنما التريتس يعني الصفة، الصفة اللي أنا هتكلم عليها، هل هتكلم على الاي كولرز، هتكلم على الهير كولرز، هتكلم على الهاي بتاعي، هتكلم على اللونج، دي بنقول عليها الايه؟ تريتس. هنا الفينوتايب بتاعها براون اي، هنا الفينوتايب بلو ايه؟ بلو اي. ده اسمه ايه؟ فينوتايب فينوتايب. طيب يلا بقى يا شطار كده، انا هسألكم وانتوا تجاوبوني. الفينوتايب هنا ايه يا سارة؟ انت شايفة الظاهرة اللي قدامك دي ايه؟ سارة لونها بنفسجي يا مس
ايوه يبقى نقولوا عليها ايه؟ purple colors. يبقى نقولوا الفينوتايب ايه؟ purple colors. فينوتايب طيب purple colors purple color. طيب يا عبد الله سمعني يا عبد الله، التريتس هنا ايه يا عبد الله؟ ايوه سامعك. طيب التريتس هنا ايه؟ زميلتك قالت البيربل كولرز، زميلتك شرح وصفت ايه؟ كانت بتوصف ايه؟ ايه الصفه التريتس اللي زميلتك وصفتها؟ الصفه اسمها ايه؟ البشرة، برافو لون عليك، بشرة. انا ماشي انا هعتبرها لك صح لان انت مش عارف تعبر عنها، بس انت قصدك لون الزهره صح؟ او بشره الزهره صح؟ ايوه ها. ايوه صح. تقول عليها بقى فلاور كولرز، تقول عليها ايه؟ flower color. فلاور كولرز. يبقى انا عادي لو الصفه اللي قلت لون color. زميلتي اتكلمت عنها هي الفلاور كولرز لون الزهره، فقالت ان الفينوتايب بتاعها بيربل كولرز. طيب تعالوا هنا كده، ديت الفينوتايب ايه هنا يا عمر؟ نعم مس. الفينوتايب ايه؟ وين؟ الزهرة اللي تحت بقى يا عمر، احنا خلصنا اللي فوق انت سرحان، دي ايه؟ اوكي. الفينوتايب هنا وايت، وايت كولر. برافو عليك، وايت كولر، ممتاز. مس انا مهرة. قولي يا مهرة التريتس هنا هتكون ايه؟ فلاور كولر. فلاور كولر. فهمتوا كده؟ حد مش فاهم قاعد له تاني؟ في اكزامبلز تاني؟ أنا فاهمة. اللي مش فاهم يقول لي، مين مش فاهم؟ في هنا اكزامبلز تاني هشرحها تاني. التريت والفينوتايب، تريت از ا كاركترستيك، صفات او صفه مميزه. فور اكزامبلز الفلاور كولرز، احنا هنا اتكلمنا على التريت، الصفه بتاعتي كانت الفلاور كولرز. قلت لكم التريتس دي ممكن تكون ايه؟ الهير كولرز، الهاي، على حسب الايه؟ الصوره اللي هشوفها عندي او اللي هيطلبوا مني. طيب الفينوتايب از ذا فاليو اوف ان اورجانيزم هاز فور ا تريت. التريتس الصفه ديت اللي بيمتلكها الكائن الحي ده هيعبر عنها ازاي؟ يعني انت قلت لي هنا التريتس عندك فلاور كولرز، اه طب الزهره دي عبرت عن الفلاور كولرز ازاي؟ عبرت عنها ان الفلاور كولرز بتاعها فينو بيربل كولرز. يبقى الفينوتايب هنا ايه؟ بيربل فلاورز. الفينوتايب ايه؟ بيربل فلاورز. يبقى الفينوتايب از ذا فاليو ان اورجانيزم هاز فور اتريتس، هي القيمه اللي بيمتلكها الكائن الحي للصفه اللي عندي. فور اكزامبلز ايه؟ بيربل فلاورز. طيب تعالوا هنا لحاجه تانيه، ديت سيد. سيد يعني ايه؟ سيد يعني بذور. التريتس عندي هنا يا محمد يا طارق ايه؟ لو انا قلت لك للاولى الفيرست سيد دي، الزهره الاولى دي، التريتس عندي هتكلم على ايه؟ دي سيد يا محمد، هتتكلم تقول ما ايه؟ يلا دي سيد بذور، هتقول التريتس بتاعتها ايه؟ كلر. مش نقوله بقى ايه؟ سيد يعني بذور، نقوله سيد كلر، نقوله ايه؟ سيد كلر. سيد كلر. طيب الفينوتايبس يا مجد، الفينوتايبس يا مجد هيكون ايه؟ مجد نعم مس. الفينوتايب يا حبيبتي هنا هيكون ايه؟ احنا قلنا ان التريت ستيت كولر، الفينوتايب ده عندك هنا هيكون ايه؟ انت شايفه اللون بتاع السيت ده ايه؟ فينوتايب يعني الشكل الظاهري اللي انت شايفاه بعينك صح؟ يلو يلو كولر، كلر. يبقى نقولوا عليها ان هي ايه؟ يلو. يلو كلر. يلو تمام. طيب خلود التريتس هنا ايه يا خلود في الصوره دي؟ هتكلم على ايه؟ طيب هتكلم على السيد ايه؟ هتكلم على السيد ايه يا خلود؟ احنا كلام كولرز. برافو عليك. طب الفينوتايب بتاعها ايه قدامك؟ جرين. برافو عليك.
فينوتايب ايه؟ جريب. حد فيكم مش فاهم عدله تاني؟ كده نعتبر احنا ايه، اتكلمنا على الفينوتايب والتريتس وغطيناهم. حد فيكم مش عارف الفرق بين الفينوتايب والتريتس؟ ممكن يجيب لكم الاشياء ديت كده ويقول لكم ايه، يجيب لكم بعض او الجدول ده ويحط لكم التريتس والفينوتايب ويحط لكم الاربع كلمات دول فوق كده ويقول لكم اختاروا، اختاروا ايه التريتس وايه الفينوتايب. قول لي ايه دول تريتس وايه دول فينوتايب. لازم اكون انا فاهمه الفرق او الديفرنس بتوين التريتس وبتوين الايه الفينوتايب. يبقى التريتس مش بسيطه. نعم، الفينوتايبس يعني مثلا انا اشوف المظهر الخارجي صح؟ اه الفيزيكال اكسبريشن اللي عيني بتشوفه، اللي عيني ايه بتشوفه. التريتس هي الكاركترز، هي الصفه اللي انا ايه، الصفه اللي انا هتكلم عليها. ابغى يعني التريت الصفة اللي انا هتكلم عليها، والفينوتايب هو الوصف ليها. الفينوتايب هو الوصف او الفيزيكال اكسبريشن او الشكل الايه الخارجي. التريت تقدري تقولي التريت الخاصيه، تريت ايه الخاصيه اللي انت هتتكلمي عنها. والفينوتايب هو الوصف، هو الايه الوصف بتاع الخاصيه دي. يعني انا دلوقتي تمام، الوصف عفوا الخاصيه اللي انا هتكلم عنها مثلا الهير كولرز، الهير ايه كولرز او التريتس بتاعتي الهير كولرز. الفينوتايب بتاعها ايه؟ يا يكون براون يا يكون بلاك يا يكون يلو يا يكون بلوند. يبقى كلمه تريتس بالعربي يعني الخاصيه، كلمه فينوتايب بالعربي يعني الايه الوصف. تمام كده يا شباب؟ ننقل على حاجه تانية. ايوه مثلا طيب يلا بسم الله كده. الجدول ده مهم جدا، ممكن يجي لنا رايتنج، ممكن يجي لنا ايه رايتنج، وسهل جدا يعني ده لو جمع الحاجات السهله جدا. شايفين التريت دي؟ التريت اهيت، ودي الفينوتايب بتاعها. دي التريت اهيت ودي الفينوتايب بتاعها. يعني انا عندي التريت يا اما تكون ايه يا ولاد، التريت لو انا دلوقتي او هتكلم النهارده على التريتس او الخاصيه اللي هتكلم عنها هي الاير لوبس. هي الايه الاير لوبس اللي هي القطعه دي من الاذن اسمها اير اي لوب، اير لوب. اير اي لوب. الفينوتايب بتاعه يا اما يكون ان اتاتشد اور اتاتشد. يبقى لما يجيب لي الاير لوبز يا اما يكون ان اتاتشد زي ما احنا شايفين كده، ده ان اتاتشد او ايه اتاتشد. طب شايفين السم؟ شايفين السم؟ نعم. السم اللي هو صباع الابهام. شايفين كل واحد يشوف صباعه كده، يا اما يكون كيرفت يا اما يكون ستريت، يا اما يكون كيرفت يا اما يكون ايه ستريت. اسمه السم، اسمه السم يا اما يكون كيرفت. شايفين كيرفت ازاي؟ كل واحد يشوف صبعه بقى ويحدد ان كان كيرفت او ستريت. انا على كيرفت، انتوا ايه؟ أنا كيرفت. أنا كيرفت. كل واحد أبا أنا يشوف جربت كيرفت. إيديا الاتنين كل واحدة مختلفة. أنا كيرفت. نعم جربت إيديا الاتنين كل واحدة مختلفة. عادي عادي يا نور. يبقى دي ايه السامب، يا اما يكون كيرفد يا اما يكون الاستريت. طب انترليسنج فينجرز، الصفه الثالثه او التريتس الثالثه اللي هتكلم عنها انترليسنج فينجرز. انترليسنج فينجر اسمه ايه؟ Interlacing finger. Finger. انترليسنج فينجر يعني ايه انترليسنج فينجر؟ تمام، انترليسنج فينجر يعني التشابك بتاع الاصبع، كل واحد يشبك ايديه كده الاثنين في الصوره زي ما هو في الصوره اسمه انترليسنج فينجر. اسمه ايه انترليسنج فينجر. في ناس لما تعمل انترليسنج فينجرز يعني تعمل تشابك للاصابع بتاعتها بتلاقي الليفت ثام اوفر الرايت ثام. يعني انتوا شايفين هنا، شايفين هنا الليفت ثام هو اوفر الرايت ايه ثام، ده الليفت. يبقى الليفت ثامب اوفر الرايت ايه مس انا رايت ثامب. انت مين مس فوق انا مين؟ رايت انت الرايت مس انا والليفت. رايت رايت ثامب اوفر ذا ليفت ثامب طيب ابا يلا انا ليفت ثامب اوفر رايت ثامب. طيب عشان تعرفوا ان في اختلاف مش كلنا زي بعض. لما نعمل تشابك يعني انا مثلا عملت تشابك عندي في ايدي لقيت ان الليفت ثامب عندي اوفر رايت ثامب، يبقى هنا
التريتس عندي الصفه بتاعت الانترليسنج فينجر التشابك، الفينوتايب بتاعها يا اما ان يكون الليفت ثامب اوفر رايت ثامب، يا اما ان الرايت ثامب اوفر ليفت ثامب. الشباب معايا ولا نام؟ معاك يابا. ايوه تمام. يبقى انا التريتس اللي اتكلمت عنها هنا هي الاير لوب ثامب الانترليسنج فينجرز. يا ريت تكتبوا الثلاث صفات دولت عندكم دلوقتي وتعملوا اسهم وتكتبوا ان اتاتشد واتاتشد ثامب كيرفد وستريت انترليسنج فينجرز ليفت ثامب اوفر لايت ثامب لايت ثامب اوفر ليفت ايه ليفت ثامب. تمام. ده بالنسبه للايه للتريتس والفينو. طيب الجدول ده زي ما قلت لكم مهم، ممكن يجي ايه، ممكن يجي رايتنج، ممكن يجي ايه رايتنج. حد مش فاهم حاجة هنا اشرحها له تاني في الجدول ولا انقل على حاجة جديدة؟ يلا ننقل على معلومة جديدة. تمام. What are، هنا خدنا التريدز هيريديتي. عندي حاجة اسمها ايه هيريديتي؟ يعني الوراثة. هيريديتي يعني ايه الوراثة؟ الوراثة يعني ايه الوراثة؟ زي ما قلت لكم انا باخد صفاتي من بابايا ومن مامتي ومن اسرتي، الصفات بتعدي من الاباء للابناء. يعني مثلا بابا خد صفاته من جدي، تمام، يبقى جدي ادى لبابايا وبابايا اداني. جدي ده يعتبر جينيريشن وبابايا يعتبر جينيريشن وانا اعتبر جينيريشن. كل مرحلة من دول يا اولاد بتعتبر جيل معين بصفات معينة. فالصفات عدت ازاي؟ عدت من جدي لبابايا ومن بابايا ليا. طب هي عدت ازاي؟ عن طريق الهيريديتي الوراثة، ان كل جزء فينا او الكروموسومات بتاعت بابا والكروموسومات بتاعت ماما باخد انا جزء منها وجزء من دي. يعني ايه؟ تعالوا كده مثلا ديت ماما اهي، ودي مثلا ايه بابايا باللون الاحمر اهو. انا لما باجي اتكون بتكون ازاي؟ باخد نص الصفات من امي ونص الصفات من ابويا كده، يبقى ادي نصها كده والنص كده. فانا بتكون كده، ادي ده انا. يبقى الصم بياخد هاف اوف تريت from dad and half of trait from a mom. الصن بياخد half of trait نص الصفات بتاعته من الداد والhalf of trait from a from mom. إيه؟ طب باخدهم عن طريق ايه؟ عن طريق الهيريديتي الوراثه، عن طريق الايه الهيريديتي. مش انا بس، انا مش بتكلم على الانسان بس، ده اي كائن حي من النبات للحيوان للطير للاسماك مش حتى الحيوانات. كل حاجه حي، كل كائن حي بياخد نصف الصفات بتاعته من مامته ونصفها من ايه؟ من ابوه. هيريديتي الوراثه هي عباره عن passing of trait، الصفات بتعدي from parent to offspring. انا بورث بابايا بشكله، بورث مامتي بشكلها، يبقى الهيريديتي هي الباسنج، مرور الصفات passing of trait from one parent to offspring. الصفات بتعدي ازاي يا مس؟ بتعدي ازاي من بابايا ومامتي ليا؟ يعني ده موضوع تاني، ده علم لوحده بدراسة لوحدها، علم الأجنة بدراسة لوحدها تدرسوه في الكليات العملية، فبلاش أنا أكبر دماغكم بيه أو أشغل دماغكم بيه. تعرفوا المهم إن الصفات نصها أنا باخدها من ماما نصها من بابا، بتتجمع مع بعضها. يعني ده إيه؟ مثلا الأب هو أخد نص الصفات هنا، الأب نص الصفات، تتجمع مع بعضها تديني الجنين، سواء نبات إنسان حيوان. الجنين ده بيفضل يكبر 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 لحد ما يكون الايه الصم او الطفل اللي قدامي ده، بياخد نص الصفات، يبقى هاف اوف تريت فروم داد وهاف اوف تريت فروم مام. بتعدي عن طريق الهيريديتي الوراثه الباسنج اوف تريت، الصفات بتعدي من البيرنت للايه للاوف سبرينج. لو خدنا بالنا في الصوره هنلاقي ان هو خد اللون العينين الازرق من الداد، الاي كولرز شايفين العينين بتاعته زرقاء، خدها من باباه. خد البراون هير من مامته، خد الهاي بتاعه الارتفاع من مامته. تمام. فده عبارة عن الهيريديتي. طيب ايه اللي مس هنعرفه هنا؟ نعم، أخذ الشيب حق الوجه من أمه، واخد الشيب بتاع الوجه من مامته، برافو عليكي، واخد الاذن الايه وخد الأذن من أبوه.
الايه؟ الود. الاذن. برافو عليك، خد الاذن من ايه؟ من بابا. ايه المطلوب مني ان انا اعرفه هنا؟ احفظ كلمه هيريديتي زي اسمي واعرف معناها. هيريديتي يعني الوراثه، passing of trait from parent to offspring. عندي عالم، مس نعم حتى مس لو يكون عندي خوات مثلا، مس أختي تكون تشبه أبوي وأنا أشبه أمي مثلا. ايوه عادي، هي خدت نصف الصفات من، بس خدي بالك انت لو بتشبهي باباكي مش معناها انك انت واخده كل صفاتك من باباكي، لا انت واخده نص صفاتك من باباكي ونص صفاتك من مامتك، بس الصفات بتاعت باباكي إيه، لاغيه صفات مامتك او ايه هناخدوها، حاجه اسمها دوميننت، أكثر. اه لها فاعليه اكتر او لها سياده اكتر، فمغطيه على صفات مامتك، فاهماني؟ يعني اي حد فينا يا ده، انت لما نشوف حد يشوفك انت شبه باباكي خالص، يعني معنى كده ان انا مش واخده صفات من مامتي، لا انا واخده نص صفاتي بالظبط من مامتي، بس الصفات بتاعت هي ابويا مثلا بقول عليها دوميننت، صفات سائده، هنشرحها دلوقتي، خليكم بس معايا. دلوقتي عندي عالم اسمه مندل، اسمه ايه؟ مندل. مندل. ايه اللي نعرفه في الجزء ده؟ نعرف ان انا عندي حاجه اسمه، واحد اسمه العالم مندل، اسمه ايه؟ مندل. مندل ده ساينتست عالم، عمل ايه؟ قال لك ده فازر اوف جيناتيك. يعني ايه فازر اوف جيناتيك؟ يعني هو مؤسس علم الوراثه، مؤسس علم الايه؟ الوراثه. جيناتيك اسمه ايه؟ جيناتيك. يبقى احنا هنحفظ من القطعه ديت مندل ده نعرفه زي اسمنا، ونعرف ان مندل ده هو فازر اوف ايه؟ جيناتيك، هو فازر اوف جينات ايه؟ جيناتكس. قولوا معايا كده، هناخد كلمة جيناتكس دلوقتي. يبقى المندل ده هو العالم اللي أسس علم الوراثة. طيب شايفين هنا دي اسمها إيه؟ جيناتكس. دي اسمها إيه؟ جيناتكس. جيناتك جيناتكس يعني علم الوراثة، اسمها إيه؟ علم جيناتكس، الوراثة علم علم الوراثة. الوراثة. تمام؟ ايه اللي بيحصل في الجيناتكس ده؟ is the study of how traits are passed from parent to offspring. العلماء قعدوا يكتشفوا ويدرسوا ازاي الصفات بتتنقل من الاباء للابناء وبنسبة كام؟ يبقى الجيناتكس the study دراسة of how traits are passed from parent to offspring. يبقى الجيناتكس دي علم الوراثة، تمام؟ بدرس فيه ازاي الصفات او التريتس بتتنقل based from parent to offspring. اسمه ايه؟ اسمه جيناتكس. اسمه ايه؟ قولوا معايا جيناتك جيناتكس. لازم علم نعرف الوراثة. كلمة جيناتكس، لازم نعرف يعني ايه جيناتكس، ونعرف ازاي الجيناتكس ايه بتتنقل. طيب هنا الجزء ده بعض الاسئلة هنحلها مع بعض، كل واحد فينا هيحل ايه؟ هيحل سؤال. تمام يلا يا مجد قولي أول سؤال. The base grammatical، expression express the physical expression of a trait، التعبير الفيزيائي للصفة، physical expression of a trait. phenotype. لو سمحتوا أنا قلت يا مجد عشان ما حدش تاني يجاوب، يعني انا حددت، لو سمحتوا نحترم دور بعض. يبقى الفيزيكال اكسبريشن اوف تريت ده عباره عن ايه؟ فينوتايب. الفينوتايب. يبقى الفينوتايب هو الفيزيكال اكسبريشن اوف تريت. يلا يا رنا. The انيكيو unique كاركتر، انيكيو characteristics كاركترستيك. like hair color or height. قولي يا رنا هيكون ايه؟ Trace traits هيكون التريتس، هيكون ايه؟ التريتس الصفات. تمام يلا يا خلود. خلود طب قولي يا، ممكن انا ممكن قولي يا مهرة. the passing of traits from parent to offspring. تمام يبقى the passing of trait from parent to offspring، اخترتي ايه؟ genetic.
لا مش جيناتك، لا الهيرديتي. الهيريديتي، الوراثة هي الباسنج اوف تريت فروم بيرنت تو اوف سبرينج. طيب بس قولي يا عبد نسيت لأن الله، الجينات علم الوراثة. قولي يا عبد الله الأخيرة. جيناتك سابلة أيوة، اقرا التعريف بتاعها. The study of how traits are passed from parents to offspring. تمام، جيناتك يبقى الاستادي، كلمة استادي هي جيناتكس. الاثنين تعرفهم زي بعض، بس جيناتكس بتفرق ان فيها كلمة ايه، استادي، انما علم. هيريديتي هي الباسنج اوف ايه، اوف تريت. بس أنا لخبطت، كنت مجهزة الكلمة بس مش لخبطت لأن ما فيش قريت اللي مشكلة، تحت. ما فيش مشكلة. اللي انتوا شايفينه ده اسئلة على الجزء اللي لسه هنشرحه بعد كده ده، فهشرح الاول وبعد كده نرجع نحله ايه مع بعض. قلنا مندل بيا بلانت اكسبيرمنت. لما نيجي نتكلم على عالم مندل، ازاي هو استادي جيناتكس، درس علم الوراثه، هو درس علم الوراثه على نبات اسمه البي بلانت. لازم نعرف اسم البلانت اللي اشتغل عليه العالم مندل، اسمه ايه يا اولاد؟ بي بلانت، بي اللي هو بلانت نبات متعرف البازلاء. بلانت نعم عادي. أقول شو يعني البي بلانت؟ ماشي قول. البازيلا. ايوه، ما انا بقول لك نبات البازل. تمام، برافو. يبقى مندل اشتغل على البي بلانت، لازم اعرف البي بلانت، ممكن يجيبه لي بسؤال. طيب مندل بريفورمد كنترول بريدنج اكسبيرمنت ويز بي بلانت، هي بيجن ويز بلانت ذات وير ترو بريدنج. شايفين كلمه ترو بريدنج دي؟ نحط تحتها مربع كده لان هي مهمه جدا وهنشرحها دلوقتي وهنعرف معناها. فور ا سيرتن تريت وين ا ترو بريدنج بلانت بولينيت اتسيلف. يعني ايه كلمة بولينيت يا ولاد؟ كلمة بولينيت يعني يلقح او التلقيح. اتسلف it always produce offspring with traits that match to the parent. When a true bleeding pea plant with wrinkled seed self pollinate it produce only plant with wrinkled seed. كل ده هشرحه لكم تاني بس اعرفكم يعني ايه كلمة true bleeding، اعرفكم يعني ايه كلمة ايه true breeding. تعالوا هنا، شايفين دي في حاجة اسمها بولينيشن، اسمها ايه؟ بولينيشن، قولوا معايا بولينيشن، اسمها ايه؟ بولينيشن. يعني ايه بولينيشن؟ بولينيشن يعني التلقيح. بولينيشن يعني ايه التلقيح؟ يعني حبوب اللقاح بتتنقل وتروح للايه، للبويضة وتخصبها، دي اسمها بولينيشن. شايفين حبوب اللقاح اتنقلت هنا، هنا سيلف بولينيشن. أول حاجة عرفوها كده معايا مصطلح اسمه، عندي حاجتين لازم نعرف نفرق بينهم، حاجة اسمها سيلف بولينيشن وحاجة اسمها كروس بولينيشن. حاجة اسمها إيه؟ كروس كروس بولينيشن وسيلف بولينيشن، بولينيشن. قولوا معايا سيلف بولينيشن، اسمها إيه؟ سيلف بولينيشن برافو. وحاجة بولينيشن اسمها كروس بولينيشن، حاجة اسمها إيه؟ كروس كروس بولينيشن. بولينيشن. طب قولهم كده تاني، سيلف بولينيشن اسمهم ايه؟ سيلف بولينيشن سيلف بولينيشن اسمها ايه؟ سيلف سيلف بولينيشن بولينيشن. يعني سيلف بولينيشن بالعربي يعني التلقيح الذاتي. يعني ايه التلقيح الذاتي؟ يعني بيحصل في نفس الزهره. The pollination of flower by pollen from the same flower or from another flower on the same plant. يعني ايه؟ بولينيشن the pollination of a flower by a pollen، حبوب اللقاح. كلمة بولين يعني ايه؟ حبوب اللقاح. في السيلف بولينيشن ده يا اما بلقحها from the same flower من نفس الزهرة زي ما احنا شايفين في الصورة كده، or from another flower or the same plant، او من زهرة تانية بس نفس النبات، من نفس لإيه؟ لنفس النبات. يبقى ال اه طيب يبقى ال ركزوا معايا، البولينيشن او السيلف بولينيشن يا اما بيحصل في نفس الزهره يا اما بيحصل بين زهرتين، يا اما بيحصل بين ايه، زهرتين بين زهرتين، بين ايه، بين زهرتين، بس الزهرتين بيكونوا ايه، بيكونوا نفس النوع، بيكونوا نفس الايه، النوع سيم بلانت، سيم ايه بلانت، يعني نفس النبات لنفس الايه النبات. يبقى السيلف بولينيشن لازم نعرف معناه، بولينيشن اوف فلاور باي بولين فروم سيم فلاور،
من نفس الزهرة or from another flower أو من زهرة تانية لسيم بلاد. طيب كلمة بولين يعني إيه؟ يعني إيه كلمة بولين؟ يعني مس حبيبات التلقيح. اللقاح. آه حبوب اللقاح، بولين حبوب اللقاح، بولينيشن التلقيح، بولينيشن عملية التلقيح نفسها اسمها إيه؟ بولينيشن. اكتبوا الكلمات دي معايا أو بولين صوروها وابعتوها في الجروب، يا إما بولين أو إيه؟ أو بولينيشن أو بولي إيه؟ أو بولي إيه نيشن. طيب في إيه كمان؟ في السيلف بولينيشن اللي إحنا بنشرحها والكروس إيه والكروس بولينيشن. يبقى السيلف بولينيشن ذا بولينيشن أوف فلاور باي بولين فروم ذا سيم فلاورز من نفس الزهرة or from another flower or the same a plant. طيب عندي حاجة اسمها cross pollination، اسمها ايه؟ بل اللي احنا cross شرحناه فوق، pollination. اللي احنا شرحناه فوق اسمه cross pollination. السيلف بولينيشن، اسمه السيلف ايه؟ بولينيشن pollination. يعني التلقيح الذاتي. same pollination. اه في عندي حاجة اسمها cross pollination. pollination اسمها ايه؟ cross كروس pollination. بولينيشن. يبقى انا عندي كروس بولينيشن سيلف بولينيشن الترقيح الذاتي، كروس بولينيشن الترقيح المتبادل. كروس بولينيشن ده الترقيح المتبادل بيتم بين زهرتين والزهرتين بيكونوا ديفرنت، زهرتين بيكونوا ايه ديفرنت مختلفين. يبقى الكروس بولينيشن اوكير وين بولين جرين حبوب اللقاح بولين جرين ترانسفيرد بتتنقل فروم فلاور ترانسفيرد تو فلاور فروم ا ديفرنت ايه بلانت من نبات ايه تاني. يبقى البولين جرين اللي هي حبوب اللقاح are transferred to flower from different ايه من different ايه لديفرنت بلانت. يبقى لازم اعرف يعني الفرق بين السيلف بولينيشن والكروس بولينيشن. اتفضلي قولي. مثل الحين مثل الاختلاف بين السيلف بولينيشن والكروس بولينيشن، يعني مثل هما نفس اللقاح بس انهم مش نفس البلانت الكروس. الاثنين معناهم عملية التلقيح، الاثنين معناهم عملية الايه؟ التلقيح. بس السيلف بولينيشن تلقيح ذاتي، يا اما نفس الزهرة بيحصل في نفس الزهرة حبوب اللقاح بتاعت نفس الزهرة بتتنقل للبويضة بتاعت نفس الزهرة وتلقحها تمام؟ في نفس الزهرة، يا اما الزهرتين يكونوا نفس النوع من النبات، يعني زهرتين نبات بسلة، زهرتين نبات مانجا، زهرتين نبات خوخ، المهم يكونوا نفس النوع من النبات. ما في الحالة دي أقول عليه سيلف بولينيشن. طب الكروس بولينيشن؟ لا، ده في الكروس بولينيشن البولين حبوب اللقاح ترانسفيرد تو فلاورز بتتنقل لإيه؟ تو أ فلاور فروم ديفرنت إيه بلان، يعني نبات مختلف، نبات إيه؟ معايا؟ مختلف ديفرنت بلانت، ديفرنت إيه؟ ديفرنت لا بلانت. بص هفهمها لكم اكتر، هفهمها لكم اكتر. انا دلوقتي عندي الشجره دي، عندي شجره مانجا مثلا او شجره نبات بسله، الشجره اهي، الشجره عليها كذا زهر، دي زهره ودي زهره، انا هرسم رسم كروك، ودي زهره ودي زهره. لما الزهره ديت، الزهره دي مثلا حبوب اللقاح بتاعتها اتنقلت كده لجوه ولقحت البويضه، يبقى ده سيلف ايه؟ ردوا عليا، ده سيلف بولينيشن ولا كروس بولينيشن؟ سيلف سيلف. بولينيشن. تمام. طب تعالوا الزهره ديت، الزهره ديت ودت حبوب اللقاح بتاعتها للزهره ديت ولقحتها، يبقى ده سيلف كروس بولينيشن ولا كروس بولينيشن. كروس بولينيشن؟ بولينيشن. كروس بولينيشن. ده ايه؟ لو سمحت الصوت اللي فاتح المايك يقفله، لو سمحت مجد، لو سمحت اقفل الصوت يا مجد. لما زهرة تنقل حبوب اللقاح بتاعتها لزهرة تانية على نفس النبات، على نفس الايه النبات، ده سيلف بولينيشن ولا كروس بولينيشن؟ كروس كروس. بولينيشن. كروس لا ده سيلف بولينيشن عشان نفس النبات اهو، هي راحت لقحت نبات تاني نفس النبات، الزهرتين موجودين على نفس النبات، يبقى ده سيلف ايه؟
بولينيشن. طيب امتى اقول عليه كروس بولينيشن؟ امتى اقول عليه كروس يعني بولينيشن؟ بيكون مش غير نبات. لا بس عندي نبتة، هي نبتة اهو، ونبتة وشجرة وشجرة، الشجرة دي عليها فلاور والشجرة دي عليها فلاور، ماشي اهي، دي اتلقحت دي، يبقى ده كروس ايه؟ بولينيشن كروس بولينيشن، لانه حصل بين ديفرنت ايه؟ بلانت يبقى بلانت كروس بولينيشن وين بولين جرين ار ترانسبورتد تو فلاور فروم ا ديفرنت ايه؟ بلانت، يبقى في نفس بلانت الزهره في سيم فلاورز او فروم فلاور تو فلاور ان ذا سيم بلانت بقول عليه سيلف بولينيشن، انما الكروس بولينيشن ار بولين جرين ترانسفيرد تو فلاور فروم ديفرنت ايه؟ بلانت، من ديفرنت ايه؟ بلانت. لما تلاقوا كلمه ديفرنت بلانت تختاروا كروس بولينيشن، لما تلاقوا كلمة سيم بلانت نختار سيلف ايه؟ سيلف بولينيشن. معايا؟ بولينيشن سيلف بولينيشن معايا يا ولاد، فهمتوها؟ ولا عيدها تاني؟ مثلا. انا مهرة معاك، انا مهرة معاك، فهم لو مثلا. انا حد مش فهمت، فاهم، اللي مش انا فاهمها فهمت. تاني الفرق بين السيلف بولينيشن والكروس بولينيشن يقول لي عيد له تاني. مثلا لا مش فهمت. فاهم. مين حد بيقول مش فاهم؟ طيب مندل بي بلانت اكسبيرمنت، ترو بليدنج بلانت، امتى النبات اقول عليه ترو بليدنج؟ امتى اقول على النبات ده ترو بليدنج بلانت؟ النبات ده ترو بليدنج لما يكون سيلف بولينيت، لما يكون سيلف ايه؟ بولينيت. يعني ايه سيلف بولينيت؟ يعني الزهره لقحت نفسها او لقحت نفسها من زهره تانية في نفس النبات، في نفس الايه؟ النبات، بقول عليه ايه؟ بقول عليه ترو بريدنج، بقول عليه ايه؟ ترو بريدنج، قولوا معايا ترو بريدنج، ترو بريدنج، ترو ايه بريدنج؟ يعني ايه مثلا؟ يعني ركزوا معايا، يعني انا عندي زهره لونها بيربل، لقحت زهره تانية لونها بيربل على نفس الايه؟ على نفس النبات، على نفس الايه؟ النبات، النبات اهو زهره لونها بيربل وزهره لونها بيربل، الاثنين اهم، لقح دي لقحت دي، يبقى اور بلبل ايه فلاور، كل الزهرات هتكون ايه؟ بيربل، اور بيربل ايه؟ بربر ترو اور بيربل بريدينج فلاور، ده بقول عليه ايه؟ ترو بريدنج، بقول عليه ترو ترو ايه؟ بريدينج ترو بريدنج. بريدينج طب وايت، وايت اول وايت ايه؟ ترو فلاور، بريدينج ترو ايه بريدنج، يبقى لما الزهره تلقح زهره تانية او نفسها ده بقول عليه سيلف بولينيشن او ترو بريدنج بلانت، يبقى السيلف بولينيشن ده بينتج عنه نبات بيكون ترو بريدنج، تمام؟ طيب تعالوا هنا كده، مندل بي بلي بلانت عمل ايه؟ كروس بولينيشن، عمل كروس ايه؟ بولينيشنز. يعني ايه عمل كروس بولينيشن؟ اكروس بتوين تو بريدنج بلانت ويز بيربل فلاورز، جاب زهره لونها بيربل وجاب زهره لونها ايه؟ بيربل تاني، تمام؟ واعمل لهم لقحهم مع بعض، اللي نتج كله ايه؟ بيربل فلاور، اللي نتج كله ايه؟ بيربل فلاور تاني، جاب مندل جاب بيربل فلاورز زهره واعمل لها تلقيح او بولينيشن مع بيربل فلاورز تانية، تمام؟ الاثنين كل اللي عندي او الاوف سبرينج اللي عندي طلعت بيربل كولر. طيب هو لو جاب واحده بيضه، زهره بيضه مع زهره بيضه، يبقى كله عندي هيكون ايه؟ all white flowers، كله هيكون ايه؟ white flowers. طيب هنا بيقول لك ايه؟ observe some of Mendel finding from cross pollinating one plant pollinate another through bleeding plant. What do you think Mendel discover when he crossed through breeding plant with purple flower and to breeding plant with white flowers؟ هو ليه يا مس؟ ليه يا مس؟ لما عملت البيربل مع البيربل اداني كله بيربل، ولما عملت الابيض مع الابيض اداني كله ابيض، لان ده سيلف بولينيتنج. يعني ايه سيلفنج بولينيتنج؟ يعني ديت لو جيتوا للزهره الاولى ده باباها بيربل ومامتها ايه؟
بيربل. الاثنين بيربل، الاثنين ايه بيربل، جراسة. هما زيهم برضو بيربل، فبالتالي الابناء بتوعهم هيكونوا كلك ايه بيربل فلاورز، ما فيهمش اي صفات ايه اي صفات جديده. تمام، بقول عليه ترو بليدنج بلانت او سيلف بولينيتنج. طيب هنا لقح وايت مع وايت، اداله كله وايت فلاور، يبقى الترو بريدنج، الترو بريدنج لما بيتلقح مع بعضه لو كان لونه بيربل بيديني كله بيربل، لو كان لونه وايت بيديني كله ايه وايت. طيب تعالوا هنا، خد واحده بيربل لقحها مع واحده ايه مع واحده بيضه، خد واحده بيربل ترو بريدنج يعني ابوها وامها بيربل ولقحها مع واحده بيضه. تعالوا معلش انتوا ايه يعني الموضوع ده مش هتفهموه شرح مره واحده، مره واثنين وثلاثه، وهتاخدوا عليه امثله لما يثبت معاك. مندل بي بلانت ترو بليدنج بلانت او كروس بولينيتنج. عندي اول حاجه الفيرست جينيريشن كروس، فيرست جينيريشن الجيل الاول، والمندل كروس ترو بليدنج بلانت ويز بيربل فلاورز اند ترو بليدنج بلانت ويز وايت فلاور اول اوف سبرينج هاد بيربل فلاورز. هو جاب البيربل فلاورز اهي، البيربل دي كانت ترو بليدنج وجوزها مع الوايت فلاورز. احنا كل مره يا اما نعمل بيربل مع بيربل يا اما نعمل وايت مع وايت، المره دي عكسنا خدنا بيربل مع وايت، خدنا بيربل مع وايت. طب ليه لما خدت بيربل مع وايت كله طلع بيربل 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 بيربل، لون الابيض ما عشان ظهرش؟ مش لان الابيض من اللون اقوى، من اما لون هو الابيض. الابيض اسمع واحد واحد، انا مش عارفه اسمع، لان الابيض بيكون ايه. مش عشان البيربل اقوى من الابيض. برافو عليك، بس احنا ما بنقولهاش بقى البيربل اقوى من الابيض، هي لها لا تفسير علمي. تمام، بيحاول لا يغطي على نعم الوايت، ايه مثل هما الابناء مثل هذا وشيء من الوايت، بس لان في اكثر شيء في البيربل عشان شيء غطى على الوايت. ايوه، هو الابناء فعلا فيهم جزء من الوايت بس مش ظاهر. ليه؟ لان البيربلز ده دوميننت، في كلمه اسمها دوميننت وكلمه اسمها ريسيسيف. خليني اشرحهم لكم الدوميننت والريسيسيف، اشرحهم لكم الحصه الجايه واعيد لكم الجزء ده تاني لايه الحصه الجايه تكونوا فهمتوه ايه تفهموه اكتر. يبقى احنا وقفنا هنا، هنعتبر ان احنا وقفنا عند الكروس بولينيشن، ومن اول هنا هعيدوا الحصه الجايه. احفظوا بس السيلف بولينيشن والكروس بولينيشنز والهيريديتي والفينوتايب والتريت والجينيتكس، الكلام ده دربوا نفسكم عليه، دربوا نفسكم على، بصوا بصوا اسمعوني اسمعوني، الاسئله ديت فيها لينك اهو، ادخلوا حاولوا حلوها، شوفوا هتحلوا ايه صح وايه غلط، وهنحلها مع بعض اول الحصه الجايه ان شاء الله. تمام، شوفوا بس النسبه هتحلوا كام صح وكام غلط. تمام، اللي على قد ما فهمته الجدول ده يتحفظ التعريفات، والجدول ده كمان يتحفظ، والجدول ده كمان ايه يتحفظ، وان شاء الله نكمل الحصه الجايه. مع مس السلامه. شكرا، مع السلامه. مع السلامة، مع السلامة مس.